ميقال لنا داب ومدو والناري يفتس الحج للعمرة، والناري يفتس الحج للعمرة يخص أي إنه نيت نسي فولكين يجديد نيت نس بأن الحج نس وللعمرة نس يقصد سرس ودم ربي تبارك وتعالى وليري التدر المدن ولا أجي السوال ويسين الأمور يغريفتو المسافر يخص أي كتب أي راء الوصية نس دما تدفرن دما في اللاسي اللان دما يدفار غداش اللي كان الديون ولا غداش اللي كان الأمانة الودائع مدن كل المسائل كله التيرا نغ يوم زليدن دار مدن اللي استفارنين ولا ولدي السرنين الأمانات تسكرت الأمور أي توب ولي رفتوس الحج العمرة أي توب الذنوب المعاصي كله اندم في كله ما يزرين يعزم يغديور إن شاء الله أي بدو يعني أسر ويسكر معصيا ويسكست الأمور والناس يتفارن كرا نقول الناس يتفارن كرا المظلمة اخصد استيرار زوني غي سولا كرانيان غلا عيرض نص نغي يتفارن كرا المال اخصد استيسري نغي يطلب المسامحة والنار يفتس الحاج نغي العمرة اخص اي اختار السفر نص النفقة يخير لي كان طيبة لي غور لي الحرام الحج العام معتمر يغيف تسغين إخصائية في جميع المعاصي فاسنة التسع أدور الزحام الحجاج ولا المعتمرين ولا رتنيت أدو ولا فلسن سكر النميمة ولا الغيبة ولا فلسن تعدو والنار يفتس الحج العمرة إخصائية تيغر الأحكام المناسك تكون لسن يود فلسن الأخبار العلم باش يتعبد ربي تبارك وتعالى العلم ولكل داعي يمقرن بلاد مريض يسافر الحج والعمرة أي حافظ في الواجبات نس خطي قلت تقول لي مقرن تظليت فلاسي حافظ تظليت غلقت نسخة الجماعة الأركان نسخة الشروط نس يحافظ في قراءة القرآن الأذكار الدعاء أي تحسني مدن سواء ولي فولكين لا عمل فولكين تستطيع المسائل يفولكي واللي لا يسافر يجتهد بسايا فكرا الرفقة يفولكين مدي التمون كانوا بيدن فلكينين يصلحنين أدي سني أمون ومدونس تستمرت الأمور هان ولا يسافر إخصك قسير الأخلاق فلكينين يتوصف الأخلاق الفلكينين أي تخلق ميد نس مي فلكين القسير الخلق الصبر د العفو د الرفق فيتماس د اللين يكفي خاطر وقايونس أدوري استعجال الأمور ولا تزال ولا ريسر بيغ الأمور القسير التواضع يلقس الكرام يلقس الجود تلقس الرحمة تلقس الأمانة التسامح مدن التوفيق الوعد تلقس الحشمات الصدق البر الإحسان كل المسائل تدخل كنت ومسلم يغري مدو تسد مراوت هن فركي ومسلم ولي يسافر المسلم غير يسافر الحج والعمرة أي الصو أي تقمين استقوى ربي تبارك وتعالى هذا سنفل الوصية اللي نقرن أتني الصو استقوى ربي تبارك وتعالى أتسالان يعني ما يفولكين في التسعي ما يهرجن ها نختلي كان الوصية اللي نقول كله ربي تبارك وتعالى ولي زوانين ولا ولد كاين القدام تسند مراوت يفولكي ولي ريف همزة مدو أي حافظ في الأدعية الأذكار اللي دوشكانين بنادم غير يسافر غير همزة مدو كلشي الأذكار نربع الأذكار اللي دوشكان في النبي صلى الله عليه وسلم يخصك لسنتي حافظ أم مسلم يغري مدو الحج نغ العمرة.